أبدا نستعين. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بالخير والبركة، وأرحب بحضراتكم أجمل وأطيب ترحيب من أرضية هذا الميدان، ميدان التحدي، ميدان الشحنية، حاملا لهذه التحديات والانطلاقات وانطلاقة الشوط العاشر الخاصة بفئة الأبكار الحقايق من مسافة 4 كيلومترات، حاملة لهذا التحدي ومرحبة بهذه الشعارات مباشرة إلى مقدمة الشوط وإلى المركز الأول ليتابع هنالك الصدارة والاندفاع الأول. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، ومن تحمل المركز الأول وتحمل الرقم 58 تأتي هنالك الناصرية، سعود بن ناصر بن كليفيخ الاعتابي على المركز الأول والانطلاق الأول. المركز الثاني هنالك القادمة على ثاني التحديات، انتصار محمد بن جعفر بن مرخان الاكتبي وصل في هذه اللحظات، ولكن الوصول والانطلاق من قبه للسيد محمد بن حمد بالقرين العامري ايضا في هذه اللحظات بدا يصل مع هذا الانطلاق، وهنالك التواجد من قبل صدى محمد بن ناصر بن عبد الله بن محمد ال خليفه، من استلمت القياده، من استلمت الرياده على المركز الاول والانطلاق الاول. المركز الثاني الدوحة، مبارك بن محمد بن ضابط الدوسري يأتي على الانطلاق الثاني. المركز الثالث هنالك قبة للسيد محمد بن حمد بالقرين العامري على الانطلاق الثالث. المركز الرابع انتصار للسيد محمد بن جعفر بن مرخان الاكتبي، وخامس التحديات أتابع هنالك جلمودة محمد بن سانة بن محمد بن بخيت المري يأتي على المركز الخامس. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام ونداينا الأول لمسيرة هذا الشوط للخمسة المراكز الأولى. نعود بحضراتكم إلى الصدارة وإلى المركز الأول وإلى مقدمة الشوط. الله الصدارة، هنالك الانطلاق مع صدى، صدى على المركز الأول، صدى على الاندفاع الأول. مشاهدينا متابعينا الكرام على مقدمة الشوط. المركز الثاني أتابع هنالك التواجد من قبل انتصار الباحث عن الفوز والانتصار، وشعارك يا بن مرخان محمد بن جعفر بن مرخان الاكتبي بمتابعة سعود الحبسي، من يأتي في المتابعة هنالك على مستوى المركز الثاني. ننتقل مباشرة إلى ثالث التحديات لتابع الأسماء القادمة هنالك، ومن تحمل عنوان المركز الثالث هنالك القادمة مشاهدينا متابعينا الكرام الوسمية، شامس بن عتيق بن شامس العامري. وصل العامري أحد ضيوفنا القادمين من دولة الإمارات العربية المتحدة، وصل هنا على المركز الثالث. المركز الرابع تقدمت النشمية سعود بن ناصر بن حسين العجمي، وصل العجمي بهذا الأداء الجميل والمميز. المركز الخامس اختم بها النداء هملولة احمد بن سهيل بن دري الفلاحي، ولكن من وصلت الان؟ من تقدمت؟ الذيبة، مرحبا بك الذيبة، السعيد بن شطيط بن حمد الشامسي يقدم لنا الذيبة على المركز الخامس، ولكن الصدارة المقدمة بن مرخان على المركز الاول على القيادة. وهنالك ايضا التواجد من قبل الانطلاق مع صدى، 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 وشعار محمد بن ناصر بن عبد الله الخليفة. الكيلو الأخير دخلنا أجواءه، دخلنا تحدياته، وصدى على المركز الأول، صدى على مقدمة الشوط. محمد بن ناصر بن عبد الله بن محمد الخليفة مقدم لنا صدى، صدى على الانطلاق الأول، صدى على الاندفاع الأول. السيارة في الانتظار، الناموس في الانتظار، وصدى الأقرب للفوز والانتصار، وشعارك يا الخليفة. الله المركز الثاني، الأسماء الواصلة، الأسماء المنطلقة، ولكن صدى، صدى بدون أوامر على المركز الأول على الاندفاع الأول. يقدمها الخليفة محمد بن ناصر بن عبد الله بن محمد الخليفة مع انطلاق صدى. ما شاء الله تبارك الرحمن، انطلقت صدى باحثة عن الفوز والانتصار. هيام على المركز الثاني، انهيام بن حماد بن الصغير العامري مع هيام. الذيبة ثالثا
سعيد بن شطيط بن حمد بن فارس الشامسي، ولكن صدى الله الله اندفعت بهذا الناموس المميز وبهذا الأداء الجميل. 200 متر فاصلة عن الناموس قامت راس وانهت هذا الشوط راس صدى محمد بن ناصر بن محمد آل خليفة، يقدم لنا صدى تهانينا والناموس لمالك صدى محمد بن ناصر بن عبد الله بن محمد آل خليفة على فاص صدى بالمركز الأول. المركز الثاني هويام انهيام بن حماد بن الصغير العامري، المركز الثالث الذيبة سعيد بن شطيط بن حمد بن فارس الشامسي، المركز الرابع الدرعية فهد بن طالب بن محمد المري، المركز الخامس وصلت السعفة للسيد علي بن محسن بن علي بن انديلة المري. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام انتهت مجريات وتحديات هذا الشوط. تهانينا والناموس لمالكي صدى محمد بن ناصر بن عبد الله بن محمد الخليفة التي انتزعت ناموس هذا الشوط وانتزعت السيارة. تهانينا والناموس لآل خليفة على هذا الفوز والانتصار. التوقيت الزمني قاطعت مسافة الأربع كيلومترات 6 دقائق 13 ثانية بالوفاء والتمام. تهانينا والناموس. المركز الثاني وصلت هويام على ثاني التحديات، ومن قدمه هويام انهيام بن حماد بن الصغير العامري 6 دقائق 16 ثانية 3 أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس. المركز الثالث الذيبة سعيد بن شطيط بن حمد بن فارس الشامسي وصل على المركز الثالث 6 دقائق 16 ثانية 8 أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس.